عادة المتعة وعادة التشجيع مع عودة دوري الأبطال. يا مرحبا بكم، تحياتي محدثكم يحل بويضانة، وحلقة اليوم عن توقعات دوري الأبطال. توقعات مباريات هذا الأسبوع، 4 مباريات عنا. سنبدأها من القمة، باريس والريال، ومن ثم لاشبونا والسيتي، ومن بعدها انتر ميلان مع الريدز ليفربول، وأخيرا ريد بول مع باير ميونخ. قبل ما نفوت بالحلقة، مهم جدا اني ارجع اذكركم انه هي بداياتي في يوتيوب، مهم جدا تعملي لايك واشتراك وتفعل زر الجرس. واذا ما انك متابعني حسابات التواصل الاجتماعي تابعني، والاهم من كل هدول انك تشير الحلقة، لانه هي بداية، البدايات دائما بتكون صعبة، ولكن ان شاء الله وفضل رب العالمين وفضلكم هتكون بداياتي جدا سهلة. اتمنى هالفيديو يوصل 25 لايك. تخيل 25 العام توصل 25 مليون 250 25 لايك، ما بدي اكثر من هيك. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأها بباريس والريال. شو هي التوقعات وشو هي المعطيات يلي ممكن تفضل فريق على حساب فريق بالنسبة لك يا يحيى؟ لو بلشنا نحكي عن وضع الفريقين، باريس سان جيرمان أفضل شوي، يعني عنده أسماء وزي متصدر الدورة، صح عم يعاني بالدورة بس ولكن خلينا أفضل شوي، أفضل من الريال. أوكي ريال متصدر فارق 4 نقاط، ولكن الريال عم يمر فترة سيئة، سواء إصابات، سبب غيابات بعض اللاعبين، وسبب مجهود وتقدم بعض اللاعبين بالعمر، وبالإضافة شوية قلة التقدير وقلة التركيز من المستر كارلو أنشيلوتي. وحاليا لو قارنا الأسماء اللاعبين ببعض، لو طلعت أسماء ريال مدريد جيدة جدا، مع الدكي خلينا نقول وتتحول إلى جيدة فقط. لو طلعت باريس سان جيرمان أسماء خرافية، كيف بدها تحصد لك أي لقب وتفوز لك على أي فريق مهما جمع من أسماء؟ لك لسه في أسماء، أصلا ما في أسماء غيرهم موجودين عم يلعبوا مع باريس سان جيرمان. ولكن كرة القدم علمتنا بكتير، كرة القدم ما أسماء، كرة القدم مباراة 90 دقيقة بتقدم فيها تعطيك. خلصنا موضوع الأسماء وخلينا نفوت بالجد. هلا الجد، باريس سان جيرمان استعاد نيمار، أي بما معناته استعاد نيمار مع ميسي مع أمبابي مع دي ماريا والمجموعة ككل مستعيدة، وريال مدريد أيضا استعاد ميندي وكريم بنزيما. ولكن لو جينا وحكينا نقاط قوي نقاط ضعف لكلا الفريقين يلي هني ممكن يتصورك حيكونوا حاسمين، هدول النقاط يلي حيفصلوا المباراة لصالح الفريق يلي حيوصل لربع النهائي بتوقعي. أسلوب باريس سان جيرمان وتكتيك باريس سان جيرمان واعتماد باريس سان جيرمان على الأجنحة، لأنه عنده لاعبين سريعين جدا وبالمقابل مهاريين جدا. يعني لو طلعت امبابي السرعة بتاعه والمهارة اللي عنده، لو طلعت دي ماريا، لو طلعت ميسي كذلك الأمر، مع نيمار كذلك الأمر، يعني هدول ما ممكن ينافسوا حد في العالم غير ينافسوا بعضهم. يعني ما ممكن تلاقي لاعبين سريعين مهاريين بهذا العدد غير باريس سان جيرمان. وفي المقابل لو جيت وطلعت هيك شوي صغيرة على أظهرة ريال مدريد، عودة ميندي من بعد الإصابة، ما بتعرف كيف يكون مستواه. أوكي ميندي سريع وصحي جدا، عودة ميندي جدا مهمة لأنه ما ممكن لاعب تاني يغطي مكانه بهذا المركز. كارفخال عاد، ولكن هذا أبدا مو كارفخال اللي بنعرفه، هذا أبدا مو كارفخال ريال مدريد، سيء جدا في التمركز، حتى صار سيء جدا بالعرضيات اللي كانت بتميزه، سيء جدا بالزيادة العددية اللي بيعملها مع خط الوسط، سيء جدا وبطيء جدا بمساندة خط الدفاع. وأهم شيء خليك مركز على البطء الشديد بالمقابل، من حيكون معه؟ حيكون معه ممكن نيمار، ممكن امبابي، في بعض الأحيان حيطلع معه ميسي. حيكون موضوع مرهق جدا على كارفخال، وبنسبة أقل على ميندي، لأنه دي ماريا من أكثر اللاعبين مهارة، وقت بيلعبوا مهارة بيلعبوا المهارة بالمخ، يعني المهارة اللي بيقوموا فيها هي دائما تكون إيجابية للمجموعة. وهي أبرز نقاط ضعف ريال مدريد، وهي نفسها نقاط قوة باريس سان جيرمان. فقولينا وطلعنا نقاط ضعف باريس سان جيرمان وين بتكون؟ باريس سان جيرمان لو بدك تضربه حتضربه بالعمق، حتضربه بكرات ثابتة. ريال مدريد مع مودريتش وكروس وكازيميرو قلتها كثير، وقت بيكونوا بيوم من الصعب جدا يخسروا، وفيهم يضربوا عمق أي فريق بالعالم مهما كانت الأسماء تبعيه. بالإضافة لعمل بنزيما حيكون مرهق وحيكون شاق، بستبعد إنه يشارك مباراة كاملة، ممكن يلعب شوط 60 دقيقة، صعب جدا نشوفه بعد بصل أسبوعين غايب، ولكن وجوده مهم جدا، هو أكثر لاعب ممكن يلعب بين الخطوط، هو المهاجم صحيح بس هو عنده القدرة يلعب بين الخطوط ويضرب أي دفاع مع سرعة فينيسيوس جونيور. ريال مدريد لازم يكون حذر جدا. ليش؟ أول شيء ميندي وكازيميرو في حال تلقوا الإنذارات غابوا عن مباراة الإياب، يعني المباراة ما حتشوف فيها تدخلات وما حتشوف فيها عنف وكذا، ريال مدريد حيبلش مباراة هادئة وخاصة بأقل الأضرار بصراحة. والأهم شيء تقدم دافيد ألابا، لازم ما يتقدم. لو رجعت مباراة ريال مدريد دائما دافيد ألابا بتلاقيه بيطلع بيسوي كثافة عددية مع خط الوسط ممكن يوصل مركز 16،
تعرف المساحات وراه اللي ممكن هاي المساحات اللي كان عم يسكرها كازيميرو، بس كازيميرو لو ارتدوا عليه حيضطر يرتكب خطأ تكتيكي، خصوصا اذا كان امبابي او نيمار او دي ماريا او ميسي، ما حيضطر يرتكب خطأ تكتيكي، بالتالي حيتلقى عنزار اصفر حيغيب في مباراة الاياب. تقدمات دافيد ألابا خطيره جدا، حذار يا كارلو انشيلوتي، حذار يا دافيد ألابا انك تتقدم، انك ستعاقب. اما بالنسبه لتوقع في هاي المباراه، توقع كان كثير صعب، قعدت قارن الريال وشخصيه الريال وباريس سان جيرمان والاسماء ووضع الفريقين، اكلت كثير مني وقتي صراحه. بس حقلكم للاسف الشديد، باريس سان جيرمان سيكون في الدور ربع النهائي من دوري الابطال. اتمنى توقعي ما يصير، لانه هذا توقعي في نهايه المطاف، اتمنى ريال مدريد يروح ويوصل ربع النهائي اقل شيء، لانه في اموال للدعم، صفقات مهم جدا للنادي حاليا. خلينا ننتقل لمباراه لاشبونه ومانشستر سيتي. خلينا نكون متفقين انه الفريقين يمر بحاله جيده، خصوصا مانشستر سيتي يمر بحاله جميله جدا. لنبلش بوضع الفريقين، وضع السيتي اكيد احسن، متصدر افضل دورك العالم، تقدم اجمل كره في العالم، ويمتلك ثاني افضل مجموعه بوجهه نظري في العالم بعد باريس سان جيرمان. اما لاشبونه عم يمر فتره جيده جدا، ثاني الدور البرتغالي في اخر 5 مباريات، متعادل بس المباراه الاخيره اللي كانت الكلاسيكو البرتغال مع بورتو. الفريق بصراحه حتى تابعت له اخر مباراه، تابعت له مباراته مع بروسيا دورتموند في دوري الابطال. اول شيء مش بوحده كانت سهله، اياكس وبروسيا دورتموند وبشكتاش، يعني نسبيا سيف اهل كتاني المجموعات. الفريق من خلال مشاهدتي هدول مبارتين فريق محترم، بيلعب كره قدم جميله منسجم، بس عنده مشكله على الاطراف، اطرافه شوي بتعاني. بالمقابل لو طلعت مانشستر سيتي قوته بالاطراف، لا هو مانشستر سيتي قوي في كل مكان، من اي مكان، حتى الجمهور بينزل بسجل. المهم توقع لهي المباراه للاسف الشديد، لاشبونه خارج دور 16 ومانشستر سيتي بالدور النهائي. واما الان الى مباراه انتر ميلان والريدز ليفربول. كمان لو حكينا وضع الفريقين، بتصوري انا ليفربول افضل، مأمن على مركز مؤهل لدور الابطال، وصعب جدا، اصلا هو مدرك انه صعب جدا يجيب السيتي لسه بلقب الدوري، بعكس انتر ميلان اللي في اخر جوله بعد تعادله مع نابولي فقط صدرت الدوري، ولكن ما زال منافس على لقب الدوري. فهاي النقطه نعطيها ليفربول. انتر ميلان رح يعاني بغياب لاعبين معاديين جدا، كوريا وباريلا، وخصوصا بتصوري كوريا لاعب بيلعب بين الخطوط بشكل صحيح ويسوي ازعاج لاي خصم، تمريراته دائما مدروسي، تحركاته دائما ايجابيه للفريق، وهو اللاعب الوحيد او هو اكثر لاعب كان ممكن يزعج دفاع ليفربول المتشتت كان اليوم بعقل مباراه الانتر. ولكن هالمباراه بدي اروح على موضوع ما حكيته هدول المباريات، افضليه انتر ميلان. انتر ميلان ارتاح 3 ايام رياحه واستعداد لهي المباراه، وبالاضافه للمباراه على ارضه، بعكس ليفربول يلي هو اليوم لعب، طبعا هاي الحلقه رح تنزل بكره، بس هو اليوم لعب ليفربول وعنده سفر بعد يومين، ومنعرج هاي المباراه اتوقع حيكون بفارق السرعات. لذلك شخصيا ليفربول للدور ربع النهائي، وانتر ميلان خلينا ننافس على الدوري اريح. والان سريعا الى اخر مباراه لنا، ريد بول ضد بايرن ميونخ. سريعا لو بلشنا حكينا على الفريقين متصدرين الدور تبعيتهم، ريد بول مصدر الدور المساوي وبايرن ميونخ مصدر الدور الالماني بفارق مريح نسبيا. شخصيا حاولت اسال وبحبش اصدقاء لإلي، المشكلة انه ريد بول جماعة مجموعة بتضم ليلو اشبيلي، يعني مجموعة ما كان الي وقت، ما كان في إلنا وقت، وبتوقع انتم ما كان لكم وقت، كنت تشوفوا شو عم يصير وكنت تشوفوا ملخصات، ولكن ملخص ممكن يعطيك. حاولت ابحث وحطيت على يوتيوب مباراة معينة لهم ما طلع معي شيء، قلت النتيجة مبينة بالنهاية، بايرن ميونخ حيكون في ربع النهائي. يعني انا بعتذر جدا والله العظيم، يعني ما المفروض احكي عن مباراة اذا ماني شايف الفريق، بس صدقا ما صار لي وقت تشوفهم، بدور المجموعات ما صار لي وقت، والملخصات ما بتعطيك انطباع، اوكي في عندهم كريم ادامي المهاجم، بس ممكن بدي افهم المدرب وافهم التكتيك وافهم نقاط قوه، حتى رحت وكتبت شو ممكن غياباتهم، لا يوجد غيابات، يعني ما عرفت شو اعمل. يعني انا بعتذر جدا على هذا الفريق، يعني بعتذر اذا في لهم مشجعين، ما بعرف شو مشجعين او لا، بس ولكن بتوقع بايرن ميونخ. والى هنا انتهت الحلقه، مهم جدا تعمل لايك لانه هي بدايات على اليوتيوب، واشتراك وتشير الحلقة، تابعها على حسابات التواصل الاجتماعي.